لماذا يتعارك الكلب والقط دائما؟ حكاية من الصين. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هنالك رجل عجوز يعيش مع زوجته في إحدى القرى. نسيت أن أقول لكم أنه كان لديهما قط وكلب. كان الرجل العجوز وزوجته يعاملان القط والكلب وكأنهما ولداهما، فكان الجميع يعيشون في سعادة تامة مع بعضهم البعض. كل صباح كان القط والكلب يحملان سلة من الخيزران ويذهبان إلى السوق، ثم يساعدان الرجل العجوز في الحقل. الكلب والقط لم يذهبا هذا اليوم في الطريق الصحيح المؤدي إلى الحقل، وإنما ظلا يلعبان سوية. أسعى خضراء، إنها ميتة. إنها ما زالت حية، دعينا ننادي الرجل العجوز. أخذ الرجل العجوز الحية الخضراء إلى بيته واعتنى بها، ثم استرجعت صحتها وبدت في أوج قوتها. مضت 10 أيام وبدت الأفعى على أتم الاستعداد لمغادرة المنزل. ردا للجميل يا سيدي، فإني سأعطيك ذيلي، ضعه في هذا الصندوق، وحينما تحتاج إلى المال أرجوك أن تخرجه وتهزه. حسنا، سوف أجرب. بعد أن حصل العجوزان على المال تحسنت حالتهما، ولكن في إحدى الليالي جاء تاجر إلى ذلك البيت وسألهم إذا كان بالإمكان أن يبيت عندهم تلك الليلة. هل تسمحون لي بالمبيت؟ كان الرجل العجوز كريما، لذلك فقد سمح له أن يبقى. في تلك الليلة عندما كان الجميع نياما، بدأ التاجر بالنظر في جميع أرجاء البيت، إذ أن هذا التاجر لم يكن سوى لص ليلي. كان هذا اللص قد سمع بقصة ذيل الأفعى الخضراء من القرويين، فأراد أن يسرقه. لقد حصلت عليه. في صباح اليوم التالي اكتشف العجوزان أن الصندوق الذي يحوي ذيل الأفعى قد سرق. يجب أن نفعل شيئا، ما رأيك أن نبحث عن هذا اللص الماكر؟ توافقين؟ هل تعرف أنت أين هو الآن؟ أخبرني. لا لا أعرف، لكني لا أقدر أن أرى الرجل العجوز وامرأته حزينين. إنني متعبة. حسنا سيدي، يجب علينا أن نذهب ونجلب ذيل الأفعى الخضراء، ما رأيك؟ تريدين أن تذهبي؟ حسنا. ترك القط والكلب بيت الرجل العجوز وسارا يبحثان أياما طويلة، لكنهما لحد الآن لا يعرفان إلى أين ذهب اللص. كانا جائعين وحاولا العثور على أي طعام، لكنهما لم يجدا أي شيء. فلنعود إلى بيتنا ثانية. كيف نعود وأيدينا خالية؟ لقد جلب الغراب لهما أنباء حسنة، حيث أخبرهما بأن بيت اللص الذي يبحثان عنه يقع في قرية قريبة. هيا أسرع. هيا بنا. ماذا حدث؟ إذا عبرنا هذا النهر فإننا سنكون عند بيت اللص. أنا لا أقدر أن أسبح، لا أقدر أبدا، لا أستطيع. حسنا، سأحملك على ظهري، هيا. تعلقي بي جيدا. أنا خائفة. امسكيني
جيدة بقوة. أخيرا استطاع الكلب والقطة أن يصل إلى بيت اللص الذي سرق الصندوق. ما كل هؤلاء الناس؟ سوف نرى. ولكن ما الذي يجري في هذا البيت؟ أي يخرج ولا تعود ثانية، مفهوم؟ إن ذلك اللص أصبح رجلا غنيا، واليوم هو يوم زواجه. أيتها القطة، لقد فشلت خطتي، والآن جاء دورك، أنا أعتمد عليك. دعي الأمر لي، سوف أجد وسيلة مناسبة، هيا. حسنا، أنتظرك هنا، لا تتأخري. حاضر، وداعا. ظنت القطة أن ذيل الأفعى الخضراء موجود في غرفة النوم، لذا فقد ذهبت إلى هناك، ولكنها لا تدري في أي مكان من الغرفة قد وضع الذيل. في تلك اللحظة ظهر لها فأر لطيف. انتظر انتظر أيها الفأر، انتظر انتظر. وتمكنت القطة من الفأر في إحدى الزوايا. أرجوك أرجوك أن تنقذي حياتي، سأفعل كل شيء، أرجوك. حسنا، هيا أحضر لي الصندوق الذي فيه ذيل الأفعى الخضراء، وبسرعة، هيا أسرع. حاضر. هذا هو؟ وهاجم اللص القطة. توقفي. ونجحت القطة في استعادة الصندوق الصغير الذي يحتوي على ذيل الأفعى. كوني شجاعة، أنت قطة قوية وذكية. هذا صحيح، فعلا أنا قطة شجاعة، فقد أنجزت عملا رائعا، هيا بنا. امسك الصندوق جيدا، حاولي ألا يقع منك. فكرت القطة بالجائزة الرائعة التي سوف يهديها إياها الرجل العجوز، نظرت حولها فأغراها منظر السمك. نسيت القطة الشجاعة تحذيرات الكلب، ففتحت فمها بدون أن تفكر، وسقط الصندوق. لقد اختفى الصندوق الصغير في أعماق الماء، وقد قررت القطة والكلب أن يعودا إلى النهر للبحث عنه. وظل الكلب الشاطر يغوص في النهر باحثا عن الصندوق حتى وجده، لكنه كان متعبا جدا، لدرجة أنه لم يستطع أن يتحرك خطوة واحدة، لذا فإنه سقط حال خروجه من النهر. يا للقطة الماكرة، أرادت أن تنفرد بالجائزة لنفسها، وقررت أن تعود إلى البيت وحدها بدون الكلب المسكين. عندما عادت القطة إلى البيت، أخبرت الرجل العجوز بأنها قد تمكنت من استرجاع ذيل الأفعى بدون مساعدة الكلب. صدق الرجل العجوز كلامها وقدم لها أحسن الطعام والشراب. وأخيرا وصل الكلب. أين كنت طوال الوقت؟ انظر إلى القطة، لقد استعادت ذيل الأفعى الخضراء بينما كنت أنت نائما خارج البيت ولم تفعل شيئا. هيا اخرج اخرج. يا للكلب المسكين،
منذ ذلك الوقت والكلب يحمل حقدا دفينا للقطة الماكرة.